انطلقت بصافرة الفنزويلي السيد يوسف فالنزويلس، الرجل الذي كان قد عدار العديد من المباريات الكبيرة أبرزها في مونديال قطر وبالتحديد مباراة فرنسا مع طول الأهلي، مباراة انطلقت بصافرة أبرزها في مونديال قطر وبالتحديد مباراة فرنسا مع طول. من جانب كذلك الكرات الثابتة سلاح فتاك للحمر، سلاح الله، لكن هناك راية لربما رفع يسرى سيمان بحظ الكرة يفكر بالتهديف، تسديدة من غربية الآن تستمر بحضور رياض محرز للخلف، إرسال كرة رأسية والكرة على طول بتصل من جديد في أحضان منير محمدي، ينجح في الحصول على كرة من أمام راس عن قائمة مباراة اليوم، كرة عند منير، لمسة حالة الضغط، عادت مر لمسة، كرة سريعة عند ماكسيمان، كرات المعتادة، الكرة تذهب إلى الخارج، الأهلي نجح بالفوز على الحزم، أدريك فيرمينو فاز بعد ذلك على الخليج والأخدود والطائي والتعاون واعتلى الديربي في أنسلمو، عادت من جديد غودوين، لمسة فيصل فجر ذكية لكنها طالت على الأسترالي ذهبت إلى خارج الكرة الثابتة، فيجا يمس الكرة، رياض الكرة باسط بيحضر تتهيأ في المرمى، الضغط يا بني، يا لها من كرة ومن فرصة، كيسي كان أقرب، الرئيس وقع داخل الصندوق ومنير هكذا يطمئن، الكرة اللي حاول من خلالها كيسي دخل من خلالها منير، الكرة مرت على مرمى الوحدة على بعد نقطة من التعاون، على بعد نقطة أربع من الهلال الأهلي والهمل المكاوي، هي لا شيء فيها، نجا المكاوي، تغطية من إيبانيس أو الحفاظ على كرة أمام إسلام، من جديد كرة صدت وذهبت إلى ركلة الزاوية لمصلحة الوحدة، هل نجح مندي بإبعادها بردة للخلف، محاولة قائمة وفرصة وكيسي مرة أخرى، الكرة تذهب هذه المرة إلى ركلة مرمى لمصلحة الوحدة، كانت فرصة مواتية مرة أخرى للتعديل، غياب عامين الآن يتطلع من خلاله رياض، الكرة في الجدار الأحمر، حاول ما زالت الكرة، طبيعي طبيعي طبيعي، لقاء خاص، لقاء له حوافزه الإداري، ليس هناك منفذ في العمق، تحرك عن طريق الأطراف ذكية بإرسالها بالرأس، من يتابع رياض ينتظر كرة الرب كأمر بهي، تسديدة من بسام، عادت الكرة مرة أخرى، لكن مواجهتهم الخاصة على مستوى الآن، محاولة بالكرة تصل، تغطية ناجحة جاءت من الحافظ، استمرار العرض الناجح، واحد من القيم العالية لا شك، البروهي مثل ياسين بونو، الباني لا شك، الآن كرة تصل والتغطية نجحت في الرمق الأخير عن طريق، هل نذهب إلى ذلك أم هناك شيء قبل كل شيء، نرى الآن، إيجالو كان ينتظر، كان أنسلمو أقرب وينتظر، الارتداد ماكسيمان، الله العودة دائما من بنبع الفن، الله يا النادي الأهلي،
هذه المرة يعلو الجدول ويتقدم إلى الثالث. الله يعلنها باشتعال. أنا الأهلي، أنا أعود إلى ذكاء الطبيعي. صافرة نهاية الشوط الأول. نعم كالحافظ، كأوسكار كوارتي، كإيجالو. الآن يرسل كرة، التغطية ظهر فيها في الوقت المناسب، ومن غير روجر إيبانيس البرازيلي نجح في إنقاذ الموقف. كيسيك كان على الأقل حتى الشتاء. إسلام يرسل كرة، محاولة في الشباك والمرمى. الله، عاد الفرسان، نجحوا بدخول القلعة بكرة غريبة. كيف جاءت؟ كيف حضرت؟ من سجلها؟ من أدخلها؟ من حولها إلى المرمى؟ هو وحداوي أم أهلاوي؟ هل فعل ذلك في هذه الكرة؟ حولت من باسط، عبد الباسط هندي. مباراة تناقل الكرات أكثر ويشكل أفضلية وخطورة، ومندي هذه المرة ينجح في الوصول للكرة. الأسمر الكرة، علي يتحرك، تسديداته المعروفة. الله على الكرة، الكرة مرة سليمة على مرمى منير، لعبت إلى خارج أرضية الملعب. قرابة الساعة الكاملة، حياة نجح ماكسيمان، لكنها الآن وحداوية يتحرك من خلالها. وصلت كوديون، ينتظر إيجالو، يسدد أم يأخذ كرة الرد؟ بعيدة بعيدة الكرة. أرق أصبحت صعبة على النادي الأهلي، يحتاج أو تحركات ماتياس ياسلم. هنا أتحدث طبعا عن سميحان النابت، ربما يكون كذلك يا سليم. الآن هنا محاولة، الله، كاد أن يكون فيرمينو لن يصل إلى الكرة، لكن منير ارتقى ووصل إليها، كان أقرب لها. شوف الكرة، ولد كرة جديد، عبد العزيز نور جرب نفسه صايد. كرة كوارتي، رياض محرز يرسل كرة وحضر. الله، الحاضر هو روجر إيبانيز، يظل يسجل أولا ويسجل الثاني للأهلي. الله، كما قلنا، من هو المنقذ ومن غيره بعد كيسيه؟ كان إيبانيز الدوري الكثير من المباريات بهذا النوع. الآن هنا محاولة، إسلام ينجح في الإنقاذ. المهم فيها في مثل بالذات المباريات التي تأتي بعد التوقف، لا شك أن الصوت الذي يتذكره الدوري الآن 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 الآن. الله، في ملعب النار كما لقبوه بجمهورهم، لا صوت لهم. من جديد سميحان، سميحان يتقدم ويرسل كرة. الله، هل دخلت أم لا؟ الكرة تدخل الآن. الله الله الله، رياض يسجل الثالث. يا ناس، يا عالم، مباراة ستبقى في الذاكرة تعبر عن منبع الفن والفن أهلي. نعم، أي منبع الفن والفن أهلي، تعقدت، أغلقت، لكنها فرجت، وكانوا يظنون ألا تكون الأولى من فيجا، صدها منير، أعاد. لم تدخل من منير محمدي، دفاع يتفرج. الآن حاول
تسديده محمدي هذه المرة من أمام رياض. مباراة خاصة ولها اعتبارات في هذه المباراة تحديدا. الله خروج لكن منير كان من أمام نجم حبه. الله على كرة يا رياض، الله على كرة يا رياض. وفي هذا الملعب وفي هذا المكان لمسات قهوة المعروف فيرمينو ينجح في إعادة الكرة بعد تسير منها في هذه المباراة كانت في مقدورها إنهاء المباراة. الآن الكرة ترسل لم تستغل، لا عرضياتها، ما سددت مباشرة. الأهلي